هذا العام دوز أسبوع في مراكش وأسبوع في إيمي والدار بعد تغازل هداء قادير. أزمنة غالية بزاف صراحة، الإنسان عنده مدخول محدود ما يقدرش عليها. علاش يجي في الصيف كيطلعوا الأثمنة بزاف؟ تسجيل هضر مع تيقول لك مواد غلات، تيقول لك الدجاج غلا، اللحم غلا، الحوت غلا، عندهم مبررات ديالهم. ولكن هذا الشيء كيهرب السياح، كيهرب الناس ما يجيوش المغرب. حتى المهاجرين المغاربه ما بقاش بغا يجيو، وحتى المغاربه اللي كاين هنا تيفضلوا يمشيو لاسبان، تيقول لك يطلع لي مرخص ما يدوزوا العطله هنايا. وبالتجريب يعني بنتي داتا قالت لي لا البرتغال ولا لاسبان ارخص من المغرب بزاف. المشكل ديال الناس المسؤولين على المقاهي المطاعم والاماكن الاصطياف، كاين مشكل كبير انهم كيلعبوا على الثمن وما كيلعبوش على الكونتيتي، كيلعبوا على فعوض ما تعمل مثلا قرعه الماء ب 25 درهم بنادم غيشربها مره واحده ما بقاش يرجع. علاش ما ديرش لها مثلا 12 درهم وغادي يشرب الواحد خمسه ولا سته الناس في عائله كامله غتشري تشرب، والناس كاملين يرجعوا مره اخرى ويديروا لك الاشهار لهذاك المكان ديالك. هل دابا مثلا كتمشي تاكل شاورما تاكلها مثلا 70 درهم، وخصوصا الا جاي من برا كتضرب حساب كتقول كاينه عندي انا في برا ب 50 درهم، نجي للمغرب اللي الدوفيز طايح، الدرهم طايح على الاورو على الباوند، وفي الاخر ناكل غلا من بلاصه اخرى. كتقول المره الجايه الاولاد غيبدا يقول لك الواليد بزاف هادشي، حطينا 300 درهم باش نتغداو بشحال غنحطوه في اسبانيا في دي ريستورون كاع اللي معروفين مثلا اماكن حتى لاشين كاع ديال ماكدونالد. مثلا ماكدونالد في الانجليز رخص من هذا ديال المغرب. الانسان الا كان كيفهم في البيزنس راه ما غاديش يلعب على 10 الكليان ويبيع لهم قرعه الماء ديال 500 ملي لتر ب 25 درهم. الا دار لها 12 درهم بنادم غيشوف انها عاديه غادي ياكل ويرجع. وحتى ما كاين الصيف بعد دابا كاين شي بلايص باش تكري انت والعائله ديالك كتوصل الثمن ديال لوطيل ديال 5 ايطوال في دار. نمشي انا 5 ايطوال حسن لي، علاش غادي نخلص 5 بيرسون في الدار ونخلص الثمن ديال 5 ايطوال اللي معروفه وغارونتي وعندك البيتي ديجوني فابور. ما يعني هذا المشكل، هذا مشكل خص اما الوزاره تكلف وتحدد الاثمنه، ولا الناس اللي كيشكيو كيقول لك هذا العام ما دخلوش الناس. راه الناس كيدخلوا الا سمعوا شي حاجه ايجابيه. انا ملي غادي نمشي نرجع نحسب راسي حطيت 3000 باوند في الشهر، 3000 باوند في الشهر ما كيربحوهاش الناس. اذا خصني الا جيت لبلادي نلقى ندير الاشهار للصناعه التقليديه، نشري برودوي مثلا. ملي غنشري داك برودوي غنديه للانجليز غيقولوا لي الكازا زوين هذا، غنقول لهم راه كاين في مراكش، كاين في كازا، كاين في فاس. الوغ باش غنشهروا حنا كيفاش غنشهر انا شي حاجه نيجاتيف؟ ما يمكنش. خصني نكذب على الناس نقول لهم المغرب راه زوين وثمن مزيان والسيرفيس والنقا. والسيرفيس ما كاينش، النقا ما كاينش، ثمن غالي. مازال الا 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 غنخلص اكثر بغيت جوده اكثر اكثر من هذيك اللي كتعرض لي انا في اوروبا. شي حاجه اللي غتكون فوق السلك مثلا نقيه كما بهذه العباره. لذلك اخويا هذا المشكل هذا كيبان مشكل مغربي بزاف. واحد بشحال كيتخلص يلا سال العيد الكبير الحولي غالي، اذا عنده مشكل هذا السيد هذا اللي غيخرج ولادو باش يفرحهم. فين غيخرجهم وبشحال غيخرجهم؟ ومن بعد المدرسه الجايه شكون اللي غادي يعاونو باش غيشري هذه الكتب؟ هذا السفر خصك تبلاني ليه العام كامل، فهمتيني؟ عندك واحد الشهيره غدوزو مزيان هو كتحيد بشوي بشوي. ملي كيوصل ديك الوقيته انت ما كيجيكش الاسعار اللي كنتي كتجمع ولا شي حاجه، كتجيك داكشي عادي، فهمتيني؟ وما كنتيش كتجمع وكل شيء ما عندك ما تسافر، غتبقى في البلاصه اللي انت فيها وتخضرتها تسارى مع راسك تما. رفعوا على الناس باش الناس يولي عندهم الاقبال عندكم وتعمر الدنيا شويه، فهمتيني؟ الا بقيتوا ديك العايبه الغلاره ما كيجيش حتى واحد، الدنيا كتكون خا. ولكن تسمع بنادم الاسعار رخيصه راه كلشي كيتحرك، فهمتيني؟ كلشي كيتحرك، بنادم كيبغي يقلب شويه على الرخا. الغلا اخويا كيبان لك بنادم كيضرب ليه حسبه طويله، فهمتيني؟ اللهم هذيك العايبه ديال ناقصه شويه 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 باش بنادم الا بغى يشوف شي بلاصه كتبان لي رخيصه كيجي من شي بلاصه بعيده كيجي عندهم تما، فهمتيني؟ اللهم تخدم على ديك الكثره وانت خدام، ولا تخدم بنادم غيجي قليل وما عندكش المدخول بزاف.